المشاهدين الأحباب الأكارم، سعداء جدا نلتقيكم من خلال معايدة بشكل مختلف ومضمون مختلف مع نجوم معروفين من خلال وجودهم معنا عبر ثلاثة منصات إعلامية مختلفة. وحلقتنا اليوم بعنوان نجوم العيد. نجوم العيد اليوم حيكونوا معنا ثلاثة نجوم قنوات مختلفة، عندهم بصمتهم، عندهم طريقتهم، عندهم أسلوبهم، حيكونوا مشرفين اليوم. أسعد جدا من خلال هذه المساحة إنه تكون معي في البداية الإعلامية أسماء أبو بكر. مرحبا بك يا أسماء، ومنورانا من خلال برنامج نجوم العيد. مرحبا بك يا سامر، ومرحبا بمشاهدين ومتابعين قناة أم درمان. كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة وأنتم طيب، وينعاد علينا يا رب بالخير والصحة والعافية. كل سنة وأنتم طيبين وكل المشاهدين، وإن شاء الله ربنا يحقق كل الأماني. نمشي لضيفنا الثاني، وهو شاب مميز جدا، عنده طريقته، عنده اسلوبه، عنده لونيته الخاصة، الزميل الإعلامي محمد يوسف من قناة الهلال. مرحبا بك من خلال برنامج نجوم العيد. مرحبا بك يا محمد. أهلا بك سامر، مساء الخير عليك، وإن شاء الله دائما تكون بخير. العيد مبارك عليك وعلى كل المشاهدين وكل من يتابع بيت الإعلام الأول قناة أم درمان الفضائية. وكنت أستضيف لكن اليوم أنا ضيف فمبسوط أكون وياك. مرحبا بك يا محمد، أهلا وسهلا اليوم إن شاء الله بنورك في بيتك زي ما بقول. يا أهلا وسهلا. نمشي مباشرة لضيفنا الثالث، هو إعلامي وضليع، وعمل سابقا في قناة أنغام الفضائية، ورئيس منظمة النيل للثقافة والسياحة. مرحبا بك محمد إبراهيم بترول. أهلا بك سامر، كل سنة وأنت طيب، وكل سنة وأنت طيب محمد يوسف، كل سنة وأنت طيبة أسماء أبو بكر. تحية لكم وكل سنة وكل المشاهدين طيبين، وعيد مبارك عليكم. برحب الفنان محمد مختار من خلال برنامج نجوم العيد. مرحبا بك يا محمد، منورنا كثير في برنامج نجوم العيد، وانت واحد من الاصوات الشابه وواحد من الاصوات الجميله جدا، منورنا كثير. ان شاء الله نسمع عديد الاغنيات المختلفه اذا كانت مسموعه او خاصه.
مشاهدينا الأكارم ونحن متواصلين معاكم وضيفتنا أسماء أبو بكري. خلينا نشوف نتكلم عن أول يوم صورة وصوت أمام المايك وتفاصيل الحضور الأول بالنسبة لأسماء أبو بكري. شكل التفاصيل دي كانت كيف؟ هل كان في خوفة؟ كان في رجفة؟ يعني كيف أول يوم؟ أنت لسه ما عثرت على الزهايمر؟ ما عثرت عليه بعدين في الموضوع ده؟ أول يوم دي جايبة من بدري شيء صح يا محمد؟ والله الغريبة هي مش أول يوم. أنا لحد هسي الحمد لله الحمد لله، مع إنه أنا شفت ونسة الكبر دي ونسة مسيخة والدنيا عيد وأنا ما قاعد أحبها، لكن أنا لي 10 سنين في المجال، لكن لحد هسي لحد هسي أنا إذا شغالة منصة مع الجمهور أو داخلة لايف بتجيك زي 3 ثواني كده، طبعا زمان كانت 3 دقائق، سبقينا شويه كده بروفيشنال. بيجيك زي 3 ثواني كده وانا بقول انه ده حب، لكن ما بتنسي والله الايام الاولى، ودي بتخليني انه انا احيي زملاء كثيرين شديد في الاعلام ده. وزي ما انتم عارفين هو ده كان هسي هنا معاكم في ام درمان، مش هروح حته ثانيه، انت تكون وين؟ فكلنا اولاد عم. انا بديت في قناه النيل الازرق، اتدربت هناك وبقول الكلام ده دائما وحاقوله لحد يوم القيامه. شكرا لواي بابكر صديق، شكرا الشفيع عبد العزيز، شكرا ابوي واخوي الكبير عبد اللطيف المجتبى، وشكرا حافظ سناده، ديل الناس اللي انا تعلمت منهم بجد اي بي سي دي اعلام. بعد ذاك لقيت ناس كتار، بعد ذاك انطلقتي فاول اطلاله كمدربين كده. بس طبعا اجمل حاجه انه انت تفتري على المدربين وتعمل فيها نجم عليهم وتقول لها عيني لو سمحتي اعملي الحاجه الفلانيه وما تعمليها. اول ظهور لي كان البي ان اف ام دي قبل ما تبقى صوره وصوت، فكان الصوت بس، فكنت بشتغل في البي ان اف ام. ما تخيل كنت فرحانه قدر شنو انه الناس سامعين صوتي وكده يعني. فبجد ايام ما بتتنسي، وهي والله هي اللي علمتني انه مثلا ما هي في النهايه اذاعه يعني. هي اللي علمتني الحضور، علمتني يعني اسماء ابو بكر من خلال قناه النيل الازرق. يعني هي دي كانت، لا انا ما اشتغلتها في النيل الازرق، هو كان تدريب ده اثناء الفتره التدريبيه. كنا بنشتغل في البي ان اف ام دي يومين في الاسبوع لحد هسه بتذكرهم، الاثنين والجمعه. محمد عثمان ومحمد محمود ليون التحايا هم يعني طبعا في الاول ما بيخلوك تشتغل براك على الهواء، لازم ينهزروك يخلوا لك زول جنبك. نعم، فما دي كانت الايام الاولى، يا حبي خوفتها يعني انه انت بسم الله الرحمن الرحيم دي بتحس بها كبيره كده وما قادر تقوله وبتخش في بعض. جميل. نعم. اسمع خلينا نمشي لمحمد يوسف. محمد يوسف اول يوم
عليك صورة وصوت، إحساسك كان شنو وتفاعلت كيف؟ هل كان في رجفة، في خوف؟ ده شيء أساسي طبعاً. الرجفة والخوف فعلاً في زي أنا حزيدك من 3 ثواني لستة ثواني. أوكي. دي لغاية الآن إذا كان إشارات الأخبار والمشاعر نزل حتى للبرامج العادية بيجيك شوية رجفة إنه 6 ثواني دي شوية ما بتكون أمنك متزن. فبعدها شوية إنه طارب تستغل في مسارة بعدها كأنه الأمور بتزبط يعني. لكن بداياتي أول محطة أعمل فيها يمكن في السودان أنا بداياتي كانت في الخارج لكن في السودان تحديداً أبدأ لك من الإذاعة الرياضية كان خلاص إنه شعار البرنامج نزل وأنا كان حاجة نشرة أخبار أنا صراحة خلصت النشرة مش حكاية بداية خلصت النشرة كلها ما عارف أنا قلت شنو ما عارف النشرة اختلطت عندي السياسة مع الرياضة مع الفن المهم كله خلصت على كده شكرا لكم وإلى اللقاء لكن أنا ما عارف عملت شنو أصلا أخطأت غلطت تفاصيل لكن بعد شوية الممارسة والتدريب الطلب تختلف إذا كان على الميكروفون وإذا كان على الكاميرا على الكاميرا طبعا كل واحدة كمان لها مساحتها الإذاعة أصعب الإذاعة لأنها هي وسيلة عمياء أنك أنت كيف تقدر توصل رسالة للمجتمع أو حتى للمستمع هو ما شايفك بعدين المذيع بيكون مركز مع تفاصيل أي كلمة أنت بتصيرها في الإذاعة بالضبط وكله حرف يعني كل حرف بالضبط بعدها كده فيه علماء النحو واللغة العربية يترصدون في كل لحظة في كل ثانية في كل شاردة واردة بالضبط أما التلفزيون ممكن عن طريق إيماءة واحدة ممكن أنا أوصل حتى عن طريق إشارة ممكن أوصل أنا عاوز أقول شنو يعني إشارة واحدة ممكن تلخصي 1000 كلمة وفي تفاصيل ثانية أخرى ممكن في الشاشة هي تطفي على تفاصيل الأخطاء اللي بتحصل صحيح يعني ممكن مثلا لبسك أناقتك ابتسامتك دي ممكن صحيح. يعني بتغطي على أشياء كثيرة جدا لكل واحد إنه عاوز يبدأ بداية إنه ما أقول إنه عشان يغطي على أخطائه لكن أول ما أنت تبدأ بداية وإنك أنت مبتسم على الناس الابتسامة دي لها سحر على فكرة يهديك إنك أنت الثبات ليك أنت ولا المشاهد فعلا واحد جميلة والله مرات تديك إحساس الهبالة كمان إنه مبتسم 24 ساعة الناس المبتسمة دعمهم على طول ابتسامة حبيبتك فيه زي ما قال إنه أنا بحب الناس الرايقة اللي تضحك على طول بالضبط كده بالضبط كده جميل نمشي كمان لمحمد إبراهيم بترول يمكن بداياتك بقناة الرام الفضائية ممكن أقول نشوف الشكل التفاصيل كانت كيف أول إطلالة لك عبر شاشة أنغام هل كان في خوف كان في رجفة لا الحمد لله خوف ورجفة ما كانت فيه لكن كنت ثابت البداية هي ما زي محمد وما زي أسماء الحمد لله ما كان في أي رجفة يمكن صراحة شوية أنا بداياتي كانت مختلفة في مجال الإعلام لأنه أنا كنت أقرب لموضوع الإعلامي المنتج والمعد للبرامج قبل ما أكون مقدم للبرامج والبداية الحقيقية كانت عبر قناة الأمل الفضائية عن طريق طبعا البروف الكبير يعني عوض ابراهيم عوض نحن بنعيد عليه من هنا بنقول له كل سنه وانت طيب وربنا يرد غربتك وصراحه نحن الان في فتره يعني في امس الحوجه له في انه عنده يعني رؤيه كبيره في مجال الاعلام في البلد كانت البدايه بقناه الامل الفضائيه وحقيقه قدمت الحاجه اللي كان نفسي فيها اللي هو كان برنامج له علاقه بالمجال الشبابي من الفنانين والمخترعين والأصحاب المبادرات كان اسمه أبواب الإبداع ومنها طبعا القناة مرت بظروف نحن برضو خلال يمكن نتطرق لها ظروف العمل الإعلامي الإفلاس وما إلى ذلك بعد ذاك قفلت جينا كان اشتغلت برضو في قناة جون ودي اشتغلت فيها فترة كمنتج ومن هنا طبعا بحيي برضو الأستاذ عبد الناصر بحيو من هنا مخرج غنوة في الخاطر وهو برضو أخرج كثير جدا من الأعمال البرامجية عبر قناة جون وهو مخرج هذه الفترة فكان اشتغلت فيها الوقت ذاك ما كان في ظهور لا 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 بس أنا صراحة بدي أسلم عليه لأنه لقيته قبل شوية فيتامين واو بالمناسبة لا فيتامين واو مع حرية سلام وعدالة إحنا الآن في فترة مختلفة طيب جون صراحة كان فيها إضافة كبيرة إنه كون شخصيتي الإعلامية في مجال المنتج أو الشخصية المنتجة والمعدة للبرامج بعد ذاك اتعرفت عن طريق قناة أنغام الفضائية برنامج أنغام في أسبوع كان حصاد للوسط الثقافي والنشاط الفني والاجتماعي الموجود في البلد على مدار الأسبوع
ومنها بقيت محمد ابراهيم قناه انغام يعني في وقتها بترول بترول هديك لغه بترول ده لكن خلينا نمشي لاسماء وقت اسمع المحور القادم ده بنتكلم عن الجمال او الشكل المذيع بيمثل قاسم مشترك ومهم للقبول للمذيع بتفتكر هل بالضروره انه مقاييس في مقاييس خاصه للمذيعات يعني المقاييس بتاعت الجمال او كده يعني هل الشاشه دي ممكن تتقبل اي مذيعه ولا عندها مواصفات معينه؟ يا سامر المحور ده انا شايفه نطلع فاصل ونرجع للمواصفات بصراحه يا اسماء بكل صراحه يا اسماء يعني. هل تفتكر انه ما في كتار بيقول لك يا اخي انا والله دارب مذيع هي تلقى مثلا متدربه يا صحيح ايوه فالشاشه عندها مواصفات يعني احنا نكون واضحين يعني خلقة ربنا ما عندنا صحيح. فيها مشكله لكن بنتكلم عن والله هو الكلام في الموضوع ده حساس شوي لكن خلاص يعني قدر الله ما شاء فعل حنتكلم بصراحه والله الجمال نسبي والجمال مطلوب في كل شيء لكن للأسف وكلنا أخواتي وزميلاتي وصاحباتي وكذا إحنا وقعنا في حتة حارة خلاص وقعنا في إنه هو شكل الجمال ده ذاته عامل كيف بالنسبة لنا هو منه ذاته الخطة المعايير الجمالية والمقاييس الجمالية إنه البيضة البيضة هي السمحة أنا ما تكلمت عن البيضة البيضة الحمد لله إنه أنا حق الله يا أخوانا لكن يعني إنه للأسف كلنا بيجينا نتجه وما بقول يعني ما بتهم بعينه لكن ما خلاص يعني ما ممكن انه انا الليله اسهر للمشاهد في اطلالتي الاولى بشكل بعد شويه كده لما الدنيا تمشي معي اقوم اتغير اتبدل ابقى زول ثاني الكلام ده يلا انا بديت لك من الاخر اذا رجعنا ثاني لسؤالك بشكل افضل من كده يعني هسي اذا بنتكلم عن اوبرا وينفري ما سامحه لكن اوبرا تمام او انه يعني زولة عاديه او وفاء الكناني انا بحبها جدا برامج المتاهة والبرامج الحوارية السيرة عادية لكن أنا ما عارفة من 200 بالضبط وغايتوا يتوا ألحقوني بس وقفوني لأنه أنا النوع اللي بقول طوالي فجأة كده قامت يتحولت الرسالة دي لرسالة سلبية جدا لأنه الناس اللي بيظهروا في التلفزيونات دي المذيعات والفنانات وكذا يعني حتى بيقولوا انهم بيهبطوا الشارع العام يعني اي بيد عاديه بقت انها هي او النسوان مثلا دايره انه زوجها يجيب ليها نفس التوب بتاع المذيعه الفلانيه اللي لابساه او الفنانه وهي ما عارفه انه احنا بنشيله من المصممه بتاعت الثياب بنلبسه ونرجعه للمصممه ثاني يعني الليله انا غايته بضربك والقصه دي خلينا فضحتي معايا تمام فاذا دارين نقول كلام مؤسس كلام بسيط الجمال ده جمال الروح جمالا يعني انت تهتم ما خلقت ربنا دي احنا ما حنكبر عليها اي نعم انت تظهر بشكل مقبول بشكل مناسب يعني انت الليله لو ماشي عريس بتكشر كده وبتمشي الحلاق وبتعمل والمراه معروفه انها هي بتحب تهتم بمظهرها لكن ما الاوفر اخر نقطه عايزه اقولها في الكلام ده طيب احنا ما مهنتنا الاذاعه اذا تعاملنا مع الموضوع ده بشكل مهني بيكون افضل لانه الدكتوره بتلبس اليونيفورم بتاع المضيفه بتلبس اليونيفورم بتاع يعني انه نحن ليل الزياده دي ليل برقش الشديد اللي في الشاشات ليه الرموش اللي لحد هنا تمام ممكن يكون طبيعي بتفاصيل بسيطه جدا يعني ما عدا للاسف غايته المخرج يصرف من النقطه الجايه الدايره اقولها ده ما عدا انه ده فيه شنو ده المهم بالضبط يلا نحن بناخد زمن كتير في الكوفير وفي القصص وفي الحاجات ومعليش انا اسفه لكن المشاهد عارف يعني الوحده من كلامه بعدين في حاجه تانية انه هو المظهر ده يعني ليه الناس حتى بتغير طريقتها في الكلام فجاه كده الشاشات دي كلها بقت الدبلجه التركيه بتاعت المسلسلات بقينا شوام كلنا ونحن بنقول يعني انا بحب قناه ام درمان دي لحاجه الحريه والجمال دي الكلمتين دي لو احنا انتبهنا لهم كلمتين كبيرات وعميقات وطبعا ام درمانيتين ما بقدر انكرها فنحن ليه ما نقدم نفسنا بالشكل السوداني ده ربنا خلقنا فيه والحلبي وفيه والاخضر وفيه والاسود وفيه والبني وفيه والبرتقالي لكن اي زول لما نظهر بشكله العادي ده بتفاصيلك العاديه بالضبط كده وانت غايته انا شخصيا مما قررت انه انا اشتغل في الاعلام انا ما داير المشاهد اللي بيشوفني يركز مع تسريحات شعري ولا يركز مع اكسسواري ولا يركز مع لبسه دي بحب يكون بطبيعتي عشان كده دائما بختار ابسط يعني انا ممكن لو عازمني انت يا سامر فطور ممكن انا ما اجيك بلبسه زي دي ان شاء الله لانه انا جايه يعني بشكل خاص
تمام. لكن لما اظهر للمشاهد ده بختار ابسط الحاجات عشان لو في معجبين ان شاء الله ربنا يكثرهم يعني. عايزه ان هي يعني انه مثلا انا قدوتها ما ضروري ارهقها صح، يعني ما ضروري اخليها تشيل هم انها لازم تلبس ترند وتلبس ماركات صح. عالميه لا لا، بتعتمد سوق درمان مع الطرحه بتاعت المدرسه مع شنو ما بعرف، الامور كلها بتكون ظابطه زي ما بقول انا في البساطه يا اسماء. بالضبط كده. شكرا لك يا اسماء، ونمشي لمحمد مباشره. محمد شفت نقطه المذيعين عامله كيف؟ ما شاء الله الفتيات اول مذيعات معك في الاستوديو. ايوه ثم احنا الان الموضوع حيكون طبعا كله كده جايت والمحاور حيتلخبط عليهم، لكن فينا بنوصل المعلومه. الله يعينك على اداره الحوار. بس محمد يوسف، اول برنامج قدمته كانت طبيعه محتوى، شنو طبيعه المحتوى؟ بتختلف من شخص لاخر ومن مخرج لمخرج، بيكون عنده فكر، بيكون عنده فكره مختلفه او رؤيه مختلفه. انت اول برنامج كان قدمته كان شكله كيف؟ انا كان برنامج رياضي، كان مع انه على الاذاعه ولا التلفزيون؟ على الاذاعه اول. جميل. فأنا كان أول برنامج قدمته كان هو برنامج رياضي، كان مهتم بالشأن الخليجي، كان في صوت الخليج، فكان برضو دوريات أوروبية، مع إنه ما عندي في الرياضة كثير، لكن من خلال إنه قرأت الأخبار فقط هي اللي دخلتني للمجال الرياضي وأقدم محتوى رياضي. فقدمت البرنامج صحيح إنه في معد يجهزك المبدأ، لكن أنت دورك كمذيع برضو عندك دور المنتج ودور الممثل والمقدم وحس الاخراج في ان واحد دخل موضوع الاخراج. هذا شيء كثير جدا هو مهم. المجال الرياضي شويه لقيت نفسي فيه انه داير متابعه احداث رياضيه على كل راس ثانيه، ما بقدر اتابع هذا الشيء، بالتالي اتجهت لمجال المنوعات. لقيت نفسك في المنوعات؟ المنوعات احبها جدا. يا سلام. وبالاضافه لقراءه الاخبار الشان السياسي، مع انه السياسه يعني بتفاصيلها بهتم بالشان العربي اكثر. فبرامج المنوعات خفيفة بتعديها أنت براك يا أسماء، اسماء المراقات يعني. لكن صراحة المراقات لازم تكون إنه شنو تضيع عليها توابل اللي عندك عشان تطلع إنه حاجة بمضبوطة يعني. طبعاً مجال المنوعات يا سامر متابعته مهمة، إذا كان الشأن دائماً مهتم بالشأن العربي صراحة، ما يخص ان الفنانين اخر الاخبار الجديده، الفنانين اليسا نوال الزغبي يعني الشان العربي اكثر اخر مهووس بالحاجه دي. يلا دي ده قبل الراديو الرابع، قبل الراديو الرابع في صوت الخليج في الكويت. دي بتغني لي حاجه واحده اللي هي شنو؟ انه في السودان الواحد بيقول لك انا الله يرغبتي انا ابقى مذيع، اوكي ما في مشكله. هل انت ميولك مثلا هو صحيح الواحد يكون هو مالت ميديا مان رجل اعلام شامل، لكن هل انت بتحب المنوعات ولا بتحب الاخبار؟ ناس الاخبار دي عندهم شكل حدد موقفك زي 111 عنده تفاصيل، واي واحد بتلقى الكاريزما بتاعته بتختلف. بالضبط. وعنده لونيته براوي يعني. بالضبط. يعني ما ممكن اجيب لي مثلا زول بيبتسم طوالي وزول فرايح يقدم لي اخبار زي محمد يوسف. معي انا يا سامي مبتسم الاخبار وانا مبتسم. ايوه ما شاء الله. انا مبتسم. فيلا شنو لما انا اديح خبر مثلا قتل شرد مات اغتصب ارتشى، هي اخبار كئيبه ممله فهمت، لكن حرام انا اقراها وانا مبتسم. صح. لكن انا لازم تديني احساس الحزن او احساس مختلف طبيعتي. انا مبتسم، فبحاول انه قدر الامكان انه امسك ابتسامتي شويه علي انه اثر الوجه الجادي. مرات بنجح مرات بفشل في الموضوع يعني. جميل. لكن في المجال الفني ما يخص المنوعات انا احبه جدا. دي بتقضني لنقطة مهمة جدا للناس اللي برضو نجعل برامج برضو رسالة كبيرة. أي زول في حاجة مخصصة له ممكن هو ينجح فيها. كيف؟ أنت شنو ميولك؟ في ناس مهووسين بالرياضة، الرياضة العالمية. إحنا الليلة لما بديت في قناة الهلال كان عندي مشكلة في الأسماء العالمية للاعبين. كنت بلخبطة وإن بعض الأخبار ما بتتصل. أصلاً بيقولوا المثقفين يا أحمد يوسف ما بيحبوا الكورة. أصلاً. صح. ما ممكن يتهينوا. أستعدل على جلستي. فبالتالي أتمنى إنه كل زول إنه هو داخل مجال الإعلام يا سامر إنه ميوله والحاجة المثقف فيها أكثر هو يكون فيها، بالتالي هو يحدد هو هدفه بالضبط شنو زول بتاع أخبار بتاع منوعات. صحيح. مع إنه بيقول إنه زول يكون هو رجل إعلام شامل. دي متطلبات محطات الاف ام الدي جي، انه عاوزين مذيع تقرا نشرة اخبار بهنا، تشتغل برامج منوعات بهنا، تقرا نشرة اقتصادية بهنا، تطلع الشارع محطة خارجية بهنا. فيلا الاعلام الحديث المتطور صراحة ما يقبل انك انت تعمل مذيع منوعات او حتى انه نشرة اخبار. كل الحاجات دي لازم تكون فيك انت شخصيا سامر، انت بتعد
وانت اللي بتقدم وانت اللي بتنفذ البرنامج وانت اللي بتخرج. جميل. الاربع حاجات دي ما عندك بالتالي انه سوق العمل والمنافسه صعب جدا. جميل يا محمد. نمشي لمحمد ابراهيم بترول. تفاصيل اول برنامج قدمته كان طبيعته شنو في ادوله؟ هو طب في الاول كان ذكرت الموضوع ده طبعا كان البرنامج ابواب الابداع اسمه. دائما انا ميال صراحه للبرامج اللي عندها القالب الشبابي اللي هم الشباب اللي بيقدموا مبادرات في خدمه المجتمع او حتى بيقدموا يعني مجالات ابداعيه جديده حتى في مجال الشعر في مجال الموسيقى والغناء. لانه نحن يعني في الوقت ذاك الكلام ده بالمناسبه 2009 2010 في الوقت ذاك بنلقى انه بدعي الليلة 2002 انا مو معاكم الله يعطيك العافيه اسمع بدعي الليلة يعني بقول 2000 وشنو ما بعرف اوكي انتوا من زمان الولايه 2020 ها تفضل. الكلام ده كان 2009 2010 قدمنا تجربه كانت انا بفتكر انه جميله بالرغم انه القناه وقفت يعني اللي هي قناة الأمل الفضائية. بعدها طبعا هو زي ما قلت لك قناة أنغام هي لو قلنا الانطلاقة الثانية أو البداية الحقيقية اللي هي كان برنامج أنغام في أسبوع. البرنامج اللي من خلاله زي ما قلنا بنعرض الأخبار الثقافية جديدة الفنانين الشعراء بنقدم برضو جانب بتاع توك شو مختلف يعني أنا ممكن أقول محمد بتولى بتاع نعم متخصص في البرامج الثقافية يعني نعم يعني ما شاء الله عليه اي برامج ثقافي بتلقى بعد ذاك المحطات المنتديات انت لست شاعر يا محمد؟ لا انا ما شاعر انا على عكس بالمناسبه ايوه هي بشكل القهوه عنده بالمناسبه هل اي شاعر بينفع اعلامي؟ هو دائما في بالمناسبه الحاجة بعض الشعراء نجحوا كاعلاميين عندهم بصمه لاحظت نعم وفي واحدين يعني ما اقدر اقول ما نجحوا لكن يعني ما قدر يهدر رساله بطريقه المذيع ممكن يكون هو شاعر ولازم يكون هو ممثل في آن واحد ممكن والله انت بالضبط كنت ما انت جماعه ممثل دي شويه صعب لا ما على فكره دي اساسيه لما انت تكون مذيع وفيك انك صفه شاعريه كده تطلع على الاحرف دي كده وتغلفها بغلاف حلو تدوزينها بالضبط تكون عليها طبعا انا ما عشان تناقض مع اسماء لانه هي ممثله وزوله صراحه بارعه انا ذكرت اصلا لكن التمثيل يا جماعه احنا ما بنقدم في النهايه رساله واقعيه فانت لما تجي تقدم رساله واقعيه اذا كان خبر او اذا كان لقاء مع او حوار فالتمثيل شويه كده بيكون ما في مصداقيه لان احنا بنتكلم عن اعلام شفاف واعلام فيه رساله وكده لا معلش لو سمحت لي انا فهمت محمد يوسف قاصد شنو هو بيتكلم التمثيل الاد هو الاداء هي ما فن التقديم في النهايه فن من فنون الاداء بيصنف فن اداء يعني نقول التفاعل ممكن التفاعل هذا كلام مشرب كثير انت تغني بلهجتك وانا اغني بلهجتي والكل يغني على نمشي نغني زاد احنا نمشي نغني نمشي لاسماء ونشوف اول برنامج قدمتيه وكان وين وطبيعه المحتوى البرنامج كان شنو طيب محتوى دي كلمه كبيره شديد كونتنت بالانجليزي حلو انا زي ما قلنا تدربنا في النيل الازرق اشتغلت في جون برضه بس ما جون حقتكم احنا حتكون جون اولى كده انا طبعا قبل ما بتاع محمد ولا شنو انا شفتك في فرحك يا جناي في انغام اصبر اول حاجه كان ايوه اشتغلت في جون ما بعرف 200 لكن والله حتى ناس ايمان ديل انا لما اشتغلت هم ما كانوا يشتغلوا يا سلام في جون اي كان استاذ شركتي من المخرجين بتذكرهم وما دارس كانوا مراحين ربنا يرحمه ان شاء الله فيعني ديل الناس تيسير سوركتي زهير بانقا ديل الناس فترة استاذ رمضان احمد السيد لا قبل رمضان قبل رمضان المهم ففي جون برضو كنت بشتغل حاجه خفيفه كده بنمشي وكانت حاجه جميله والله انا نفسي رجعها ثاني بنمشي نقرا الجرايد من المكتبه نفسها يعني بنمشي المكتبات البرة مع كل الناس عارفين جوني انها هي في برج البركه كانت فبننزل المكتبات التحت بنقرا الجرايد من المكتبات نفسها بس العناوين انغام انا ما اشتغلت فيها اتعاونت معاهم في اهو البرنامج بتاع فرحك يا جناي وثباتها وكذا انا بحب الغنى شديد بحب غنى البنات لكن في قناه الخرطوم اشتغلت كثير يعني انه سياسي مثلا برامج سياسيه والتجأت للمنوعات لموقفي السياسي في الوقت ذاك يعني انا ما بقدر
ما بقدر اشتغل انه اقول الوالي قام الوالي جه والبشير مشى والبشير جه وعملنا وباذن الله وكذا والكلامات دي. فموقفي السياسي كان واضح، وقفت ايما انا اشتغل سياسه، اشتغلت منوعات. البرنامج اللي بقول قدمني للناس يعني انا في تلفزيون ولا من ارضي ما كنت بشتغل الحاجات حقتي انا. البرنامج اللي قدمني للناس كان برنامج دنيا الدراما، هو برنامج مختص بس في الدراما وكده، اعداد استاذ عبد الله الميري. ده انا حاسه انه هو اللي عمل لي نقله، لانه في وقتها ما كان فيه ولا قناه من القنوات السودانيه مهتميه بالدراما السودانيه وكده، واشتغلنا فيه قضايا كبيره وتفاصيل وكلامات من النوع ده. لكن اكثر برنامج حبيته من اعدادي انا وفكرتي وتقديمي وكده اسمه سمر. ده انا بحبه شديد البرنامج ده، لانه دي كانت مقاومتي برضو للنظام الفات، يعني السم في العسل اللي بيقولوه بجد، يعني انه هو سمر احنا بنسمر، لكن ضيوفي كلهم كانوا يكونوا اعمامك الكبار العمر 70 80 سنه. من الحلقات اللي ما بنساها مثلا كانت مع الراحل المغيم ابن الباديه قاعد يبكي لي مثلا في الحلقه، زول حساس جدا يعني. وبجيب ضيوف انهم طولوا كده هجروهم ناس القنوات في الرياضه، جبت الرشيد بدوي عبيد وجبتهم منو منو. عندي سؤال اساسي براحه كده بيفهموه الناس اللي قاعدين، انه كده نتكلم عن المدرسه، احنا بنتكلم عن زول درس في الخمسينات، يلا لما يقعدوا يذكروا لك ويقول لك القرايه كانت مجاني وكانوا بدون قروش مصاريف، وانه المنهج التعليمي نفسه. فلحد ما ندرج ونجي للراي بعدم نقوم بعدم نخش في الثلاثين سنة، الرياضة يقول لك الرياضة دمرت، الدرامة يقول لك الدراما انتهت، الفنان ذاته المغني يقول لك المزيكا بقت زني وكل عيش قايتوا الجماعة دي لعفونين فده كان أنا قصدي بيه، لأنه أنت سألت عن المحتوى، أنا قصدي بيه كان مقاومة حقيقية للنظام، لكن لأنه كلنا عشنا الفترة اللي فاتت وشوفنا عاملة كيف، ما فينا زوج شجاع بيقدر يقول الكلام، كان في كبتة عالية فهو كان محايلة يعني. جميل. أسمع نحن متواصلين معاكم وعلى الشباب الجميل محمد يوسف وبترول، لكن نمشي نسمع علينا غنى، نشوف محمد مختار حيسمعنا شنو من خلال لحن تاني، ثم نعود ونرجع نتواصل. Thank you.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من خلال برنامج نجوم العيد وعيدية مختلفة بشكل مختلف وتفاصيل مختلفة شكلا ومضمونا مع مميزين جدا. اسمع ابو بكر مرحبا بك مره ثانيه ومحمد يوسف يا اهلا بك سامر نورنا كثير بنورك محمد ابراهيم بترول كل سنه وانت طيب نورنا يا جميل تسلم نرجع لك كنا انتهينا في مع اسماء حنمشي المره دي لبترول ونجي لمحمد يوسف فطيت محمد يوسف نمشي حنجيك انت اول حاجه نجي لمحمد يوسف تمام الاجور او المرتب هل التقييم من موزع لاخر بالتالي الله يعني في مزيع أجره عالي وفي مزيع أجره أقل بعدين في واحد يقول لك ده نجم نديه أكتر وده ما نجم نديه أنا أضيف لك يا سامر في حياتك الطرابيزة إيه وبي وسي نجاوب يا جماعة خلي بترول وبيجي شوف محمد ده طبعا عنده إجابات خطيرة جدا شوفوا أنا عايز أقول لكم حاجة نحن المرتبات دي بتعتمد على مدى توفر الإمكانيات أول حاجة الفكرية تجاه الإعلام إذا كان من الدولة أو من المؤسسات اللي بتدير العمل الإعلامي يعني طبعا إحنا عندنا نتفق إنه طبعا مؤسسات في مجال الإعلام تتقسم لقسمين مؤسسات قطاع حكومي زي قناة الخرطوم القنوات الولائية تلفزيون السودان وما إلى ذلك القنوات الخاصة زي نحن الآن في أم درمان الهلال قنوات بدعموها رجال أعمال أو يعني بتبنوها كعمل خاص طيب نحن
خلونا نتفق انه يا جماعه الموضوع ده خطير شديد. تقول بس تقول عادي. طيب في المجال الحكومي طبعا الموظف بيخضع لنفس القانون اللي بتقوم به والدوله في وزاره العمل بالنسبه لعوائد بالنسبه لمعاشات بالنسبه لبدلات وغيره اللي هو ده الامر مدار المشاهد يفرق بين ديل وبين ديل لانه صراحه البيئه هنا بتختلف عن البيئه هنا عشان نكون منصفين. في القطاع الخاص انت بتكون في وضع افضل بتتلقى اموال طبعا انت تابع لاتحاد اصحاب العمل هنا تابع للدوله بالنسبه للقطاع الحكومي هناك الوضع بيكون افضل ماليا. نحن هناك دوين اللي هو في بالنسبه لاتحاد اصحاب العمل او بالنسبه للقطاع الخاص القطاع الخاص الاعلام بتاع القطاع الخاص ولو انه برضه فيها النات وفي مشاكل بتواجه العاملين في مجال الإعلام في مؤسسات القطاع الخاص بنذكرها لأنه هسه زي ما قلنا في قنوات قفلت في قنوات أفلست في قنوات إلى الآن ما وضعها رمادي ما معروف الحاصل على شنو لأنه الموضوع ده فيه منصرفات بالدولار بالنسبة للقمر الصناعي فيه منصرفات برضو بالنسبة للجانب الفني. أنا صراحة حابب أعمل مقدمة زي دي ليه عشان بس المشاهد يكون معانا في الصورة يعني ما دار أجاوب الإجابة مباشرة لكن نجري الإجابة المباشرة. نحن في الوقت الموظف اللي بتلقى مذيع يا مشاهد مذيع نجم درجة أولى شغال في قناة حكومية بيصرف 8000 أو بيصرف 15000 مع الزيادات ومع التغيير الآن في زيادات بسيطة في القطاع الخاص المذيع بيصرف 30 45 تصل ل 80000 طيب. في نفس الوقت فبالتالي نحن خلونا يا جماعه صراحه الاشكاليه وين الضحكه دي بتكون وصلت للمشاهد هاي الموضوع طبعا واضح فالاشكاليه دائما بتكون وين الاشكاليه بتكون في ان نحن ما عندنا جسم بنظم العمل الاعلامي ما في مجلس اعلى للاعلام نحن ما نتكلم عن وزاره اعلام هي ذات وزاره الثقافه والاعلام شغال الان يعني شغل محدود وبسيط في البعنيها يعني في إدارة الدولة ونحن نشهد الآن فترة انتقالية صعبة. معلش أنا قاطعك قصدك جسم إعلامي يدافع عن حقوق نحن بنتكلم عن مجلس أعلى للإعلام أو وزارة إعلام تكون معنيها زي ما قبيل في المقدمة قال إنه نحن حلقة مذيعين الله يعينه أيوة. الزول ده سامر ده سألك سؤال واضح قال لك أجور المذيعين يا ولينا أجور المذيعين يا جماعة أجور مدهورة بين القطاع الخاص والقطاع العام طيب يا بترول وأسماء أسامة أنا ما بحب أفزك الكلام لا مكتب العمل ولا وزارة عمل ولا الكلام بشكل ذو أول حاجة المذيعين في السودان مقسمين على درجات A و B و C نعم A دي الناس الدرجة الأولى ناس الصف الأول مذيعين الصف الثاني مذيعين الصف الثالث خليني أقول أنا بديت الإعلام في الكويت هناك الناس نفس الطريقة بالسيستم المعروف لدى الناس في المحطات A B C معروف ناس A ديل ناس إنه بعربيتك ما بقول على المحطة عندهم تقييم خاص لك أنت سامر بيجيك عربية المراسم سيارة آخر موديل ده برا السودان؟ برا السودان في الكويت أوكي. أنت من البيت ركبت العربية علشان تصل المحطة ممنوع للسواق يشغل لك انه نشرة اخبار عشان ما تسمع كلمة غتلة وشردة وارتش عشان مودك ما يتغير لغاية ما تحصل المحطة انه تسمع فقط انه ميوزك في الخارج الناس مخيمة تماما يعني رواتب زول واحد في محطة برا اذا كان الكويت ولا اي محطة ثانية بيساوي رواتب كل الناس في محطة في السودان اتكلم معك بصراحة جدا في السودان الرواتب بتجي ب 15 ايوه يلط علينا للواقع ده خليني اقول مرات بتجيهم 20 مرات الشهر كل ما تجي يجيبوها الشهر الثاني نتكلم بصراحه الرواتب الاعلاميين في السودان ممكن اقول مظلومين يا محمد مش مظلومين ظلم الحسن والحسين السبب شنو يا جماعه خليني اقول السبب خليني اقول يا ابو بترول عشان اتكلم بصراحه بحب اغلي في الكلام فيلا ما في تقييم من المؤسسات في قصور اذا كان هل المؤسسات دي هي مقصره عشان هي قصدة ولا القصور ده أنا جايك عشان مثلا إمكانياته ضعيفة أنا جايك يا سامر تمام شوف إنه زول عمل قناة مدوا الإمكانيات ضعيفة طول ما إنه عمل قناة هو ما صحى من النوم عمل قناة على طول ما هي قناة عندها خطة وعندها تفاصيل وعندها ميزانية وعندها إذا الضحية حد عيده في بيتكم يا أنا أطمنك يسعدني ويشرفني على طول إنه جوازي ما أشر بس بكل بساطة بالتالي مدراء المؤسسات في القنوات السودانية ما في تقييم للموظفين اللي بيعملون في المؤسسة كيف؟
عندهم بيختلط الحابل بالنابل. الليلة انه في مخرجين صف اول، مذيعين صف اول، بلخبطوا الحكايه كلها. امتى جيت متاخر قدمت مثلا لمؤسسه بدوك راتب اقل، مع انك انت يعني شغلك وادائك على العمل انك تستحق عليه اكثر ما يفوق انك انت الشيء اللي بتاخده من 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 راتب. كيف المفروض الاسعار تكون هي مطابقه؟ الليله الاسعار بقت نار، الليله مرتبك ثابت انت كاي، المرتب هو ثابت. طيب وين ان عندك انت عندك في مصروفات عليك انت كمذيع. انا بقول لك انه ما في تقييم بالنسبه للمؤسسات، ما في عداله في الاجور اصلا بصورة عامة. اوكي في مصروفات، انا مذيع بجي راجع، انا بحلق كل اسبوع، انا عندي ابديت اذا كان لجاكيتاتي لملابسي كله الحمراء دي يعني كله فتره كيف انت دي ب 1500 جنيه من وين؟ فبالتالي لازم وضع المذيعين الرواتب، وضعك الرواتب للمذيعين في السودان. طيب صراحة يا محمد يوسف بكل الدرجات لا تكفي منصرفاتهم ابدا. يلا خلينا اشيل منك من هنا طوالي. طيب وانت باعتبارك تكلمت عن القنوات الخاصه، جهزوا المناديل عشان اوريكم وضعنا في الـ في الـ في القنوات الحكوميه. القنوات الحكوميه اولا حاجه عندنا ماساه بتاع المدعاون وموظف بصراحة. ويا حكومه الفتره الانتقاليه كل سنه وانتم طيبين. طيب بالمنطق كده انا لو كنت يعني بنتمي للنظام الفات وجاي على هواون كان بكون موظف في درجه ثانيه، لكن احنا كنا مظلومين من النظام الفات. وهسي وانا مسؤوله من الكلام ده اسماء ابو بكر احمد اسماعيل، حكومه الثوره ظالمانا اكثر من الحكومه الاساسيه. ليه؟ طيب انا اساسا لانه سيد مال الحلقه بالضبط كده. انت الضحيه في بيتكم، انا ثاني يوم في بيتنا. السيد المؤسس عبد الله حمدوك لما انه فجاه كده وقف انه لا في توظيف لا في تجديد بتاع عقودات، ما درسوا الحته دي. وهنا انا بتكلم بكل اسم المؤسسات الحكوميه اذا كانت مدارس ولا تلفزيونات ولا كده. وحاليا احنا بنتكلم عن الاعلام. انا اخر النهايه غايته لو قلت لكم احنا بنصرف كم، انا خايف اسعى للهواء تدق شيرت الدنيا. اخر مرتب انا صرفته 2700 جنيه، والترحال من بيتنا للغناء ب 2500 بتفضل لي. طبعا اسمع 200 جنيه هيقول اسمع دي بجد. يعني انا بقول الكلام ده وانا مسؤوله منه تماما، لغايه والله يخلي لنا سوق. يعني السوق كلنا عايشين الظروف، يعني كورونا يعني راتبك الشهري سندوتش كريسبي بالضبط كده. السبب في الكلام ده شنو؟ جبال من غير عصير وجبال البترول كان بي 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 بيفتش في الاسباب. بالنسبه لنا في القنوات الحكوميه السبب الحكومه طبعا. انتوا القنوات الخاصه دي اقلها زي ما قلتوا، يعني هي صحيح. في النهايه بتاعت رجل الاعمال المعين بيتعامل معاه كاستثمار، دخلت له وبيديكم زياده، ما دخلت له يا اخي ان شاء الله يقفلها. تمام عديل بالواضح. لكن احنا مسؤوله مننا الحكومه. جبال انت جبت سيره وزاره الثقافه لكن بلغه اعلاميه كده ظريفه. وزاره الثقافه تحيه لهم، يعني كلهم مننا وفينا، لكن لحد هسه هم ذاتهم ما قادرين يفهموا لنا اسمها وزاره الثقافه والاعلام. تمام الخلاصه الدايره اقولها، ومحمد يوسف برضه قال الكلام سميح كده بتاع A و B و C. شكرا. هو حاصل لكن على الاهواء الشخصيه. تمام A و B و C دي ما لا على السي في بتاعك، لا على سنين خبرتك، لا على التاهيل بتاعك اذا كان الاكاديمي ولا الشغال، ولا على حضورك ذاته. لكن بيعرفوا يجيبوك انه والله البرنامج ده اسمه بكر بتشتغلوا لنا ظريف جيبوها. طيب انتهت منه، ما في بعد ذاك عايد. لكن ممكن زوله ثانيه بعد ذاك يعني والله يعفي لنا بس يا سامر، يعني انه شوفي الحاجات بتمشي من حتت لحتت. للاسف قنواتنا ذاتها ما قعدت تنصفنا، كان بقت خاصه ولا حكوميه. الشارع بر الفيسبوك والواتساب قايم وقاعد بمحمد يوسف ده انه نجم، مديره ذاته بيقتنع انه نجم، هو شايف عارفه سجمان قدر شنو، لكن بيتعامل معه كنجم. انت بتخبريني انا مباشر يا اسماء مثال. فللاسف وانا والله بقول الكلام ده ومسؤوله منه وبقول الكلام ده بحرقه شديده، عشان برضو يا شعب الله الردام لما تيجوا تردمونا اعرفوا احنا عايشين كيف. طيب محمد نقطه دي مهمه، محمد يوسف وبترول انا برضو حارجع عليكم، بس انا داري العيديه هي ما ترجع لهم، بس انا داري العيديه بتاعتي بعد الكلام. اوكي محمد ومحمد ابراهيم محمد بترول، مرات بقول لك في خيار وفقوس. في مدير مثلا عنده مذيع مفضل على مذيع او مذيع مفضل على مذيع بتفاصيل، يعني التفاصيل دي ممكن ما تكون فيها مثلا عنصر الكفاءه او عنصر انه مثلا الزوله دي، لا ممكن يكون في تفاصيل معينه نتكلم عن الحاجات دي. صحيح. ليه المفروض تكون تفاصيل انه مثلا ما في تساوي في المرتبات حتى الاختيار انه عشان محمد يقدم البرنامج ده لازم يكون مؤهل فيه صفات معينه يقدمها، ممكن يجيبوا زول اقل من محمد هو كلامك يقدم صحيح. برنامج لكن يكون ما بيستحقوا. السودانيه انا بقول انه ما قايمه على اسس ومعايير
سليمة 100%. جميل. في اختلال في السيستم الإداري لدى القنوات تجاه الشغالين والموظفين في المحطة. ما أنا قلت لك إنه ده بيرجعني لمقياس التقييم. الليلة مستوى الهندة موجود، مخرج موجود، معد، منتج، مونيتير، كل الحاجات دي موجودة. أنا بقيم خلاصة الخلاصة منه البيمتج بيديني إنه عائد أكثر، بيشتغل عدد ساعات أكبر، بيديني إنكم ممتاز. أنا ده بديه على قدر شغله، بديه راتب. ما أنا قلت لك إنه ما في مقاييس، يعني في غشاوة في عيون المدراء المؤسسات، في غشاوة بمعنى ما بشوفوا الحاصل في المؤسسة من اللي شغال، من المشغال، من البيدي 5%، من 80%. دي معايير في السودان ما موجودة، ما مطبقة. في الخارج أنا ما سيستم البرة يعني اشتغلتها وشفتها وكنت أنت تحفز، حوافزك موجودة، بيتصلك كل شيء، بيتصلك ديتراك، بيجيك رسالة SMS، مرتبك ثابت كل شيء، وحتى حوافزك على مستوى البورت بتلقى أنه إشادة بيك أنت موجودة، ممكن يدوب عربية، الدفع المعنوية الكبيرة لك أنت أنه والله فلان الفلاني من خلال أنه متابعاتنا أنجز عمل وكذا يفوق 80%، بالتالي أنه مكافأة لهذا الموظف كذا وكذا وكذا. بيختار غضب، بيختار رضيان وزملائك رضيان، بعدين المؤسسة زهجان زعلان غضبان ما بيعرف غير الاستضاح والإنذار ولفت النظر. شكله كتبوه يعني كيف انك انت بس تريد تبدا باتجاه مثلا المؤسسات في السودان ما مهيئه للعمل الاعلاميه، ما مهيئه. نحن المذيع السوداني بيعمل في ظروف صراحه اقتصاديه وظروف صعبه جدا جدا. الغريب المشاهد بس كل واحد انه ماسك تليفون ويردم الديكور عامل كيف، شوف المذيع دي عامل بس عليك الله يا عامل كيف يعني، فقط ما حاسب وجعنا المذيع الواقف قدام الشاشه ده. يعني في ناس ما عندهم سيارات، يعني في اجيك ترى حال داخل فقد ناس يقبل مواصلات. فبالتالي انا بقول انه للاسف الشديد وبحيي صراحه المذيع او مقدم البرامج في السودان بجد تعملون في ظروف بالغه التعقيد. انا لما اشتغل برا واجي راجع على السودان بقول بموت في السودان. ما في بيئه للنجاح، بيئه للعمل. يعني كده الاعلام السوداني للحضيض، الاعلام السوداني ما متطور، احنا لسه مكتفين، احنا لسه معصمين، الادارات تقليديه، البرامج تقليديه، يعني ما الحكايه كلها غنى، ما في افكار، لانه الافكار عاوزه قروش، عاوزه بزنس، عاوزه كاشوات موني. مدراء المؤسسات في جيوبهم موفي، خلينا اقول انه في عقرب ما تطلع قروش والله بجد عجبتني في عقرب لا بجد ما لانه في كان سمعت بذكر من الاستاذ حسن خوجي اللي استعرتها منه وله التحيه ومتع الله بالصحه والسلام والعافيه. فهو صراحه وزاره الثقافه تمشي على رجلين، احبه مدرسه مختلفه بالضبط. فبالتالي انه انا بعيب على المؤسسات الاعلاميه السودانيه، لا بيدفعوا للبرامج انتاج ولا بيدفعوا للمذيع، ودارين انك انت تتقطع تطلع على الهواء تكون نمبر 1 باي شكل من الاشكال اكون. والله شوف يعني صراحه احنا بنتكلم والله دي فرصه جميله، يعني احنا نتمنى انه يكون في برامج زي دي او في لقاءات زي دي عشان الناس تتكلم عن قطاع حيوي مهم. وده بالمناسبة نحن يعني عندنا إشكالية كبيرة في إنه الدولة أو حتى الرأسماليين ما عندهم الاهتمام الكافي أو الاهتمام المباشر بصناعة الإعلام، بإنه كيف يقدم محتوى أفضل، بإنه كيف أخلق بيئة إذا كان للمذيع، إذا كان للمخرج، إذا كان للمصور، بإنه يأخذ رواتب مجزية عشان في النهاية يكون في عملية إعلامية تليق بالإنسان السوداني وتليق بالمجتمع السوداني. السودان بلد كبير، نحن الآن لو فتحنا القنوات دي كلها قنوات مركزية، قنوات فقط يعني خرطومية خلينا نقول صحيح. فأنت في بلد مفترض الإعلام فيه يكون عابر للمركز، يكون الآن مفترض يكون في محطة من زالنجي مع المذيعين في البحر الأحمر، يكون في تواصل، المحتوى الإخباري يكون أكثر تنوع وأكثر شمولية. الآن بنلقى إنه ما في غير التلفزيون الوحيد هو تلفزيون السودان هو اللي بيبث أخبار أو عنده مراسلين في ولايات السودان. إمكانيات برضو زي ما قلت دي في النهاية كلها إمكانيات مادية قبل ما تكون إمكانيات بشرية، لأنه في النهاية إحنا بالمناسبة المذيع السوداني في خارج السودان من أمهر المذيعين، أسسوا قنوات زي الجزيرة والبي بي سي والعربية، ما شاء الله نماذج شبابية موجودة عندنا إمكانيات كبيرة. وكحال الإنسان السوداني يا جماعة أول ما يطلع برا البلد بيكون مبدع في المجال اللي شغال فيه، لانه في بيئه متوفره، في عرض مغري، في
في قيمة للإنسان وللحاجة اللي بيقدمها. أنا والله أنا قاطعك يا بطول عشان تعرف إنه القنوات السودانية من إحنا الآن أنا صريح جدا ما بحب أغلف الكلام يا سامر. البرامج ده منظومة متكاملة من المنتج لغاية المخرج فريق. هل بيصدق إنه القنوات السودانية بتكون المذيعين أو الضيوف موجودين الكاست موجود فجأة إنه هاي ما دخلنا شنو الحاصل؟ والله مهندس الصوت معلق في المواصلات ما جاء. طبعاً. دي اختلال كبير جداً. المخرج عنده زول يتوفى. يعني. يلا كده. فيلا نحن القنوات السودانية يا سامر للأسف الشديد هو صحيح ليل إحنا العنصر السوداني لما يعمل برا في الخارج زي ما قال بترول وأسماء ليه بينجح؟ لأن هناك عناصر وأدوات النجاح موفرة لدى الكاست كله من إيه لزبد. يلا أنت هنا بتعاني في كل شيء زي ما قلت لك. الليلة مثلا في غنوات ما موفرة مثلا ترحيل للكاست العامل نفسه عشان يجوا للزمن المناسب ويطلع. هنا في السودان نشرة الأخبار ده شيء مقدس. دقة الساعة كنت تأخر زمن ما خمسة دقائق نشرة الأخبار عشر دقائق. في البرة الناس بيوزنوا ساعاتهم على نشرة الأخبار على دقة الساعة. نحن صراحة مواعيدنا مضروبة ما مضبوطة يعني أبداً. يعني أديك حتة تانية برضو غيته الليلة سامر كلنا نحن يعني نشتغل في قنواتنا الخاصة. يعني أنا الحمد لله الظروف توفرت لي إنه مشيت يعني بكون برا مع كمية مثلاً من الكيان الإعلاميات العرب كذا. والله لما نقرب أبكي لما نحكوا زي الحكاوي اللي بحكيها محمد يوسف دي إنه يا أخي أنت مذيعة أول حاجة من قبل يعني حتى التريتمنت للبشرة لكذا دعاء للمؤسسة غير يعني إذا انتهينا من الموضوع بتاع الشكل ده الزول دي في مونيتر قدامه بيكون بالحرف صحيح وبكون يا أخي عليك الله أنا بس في حاجة قعدت مغسني كان في أيام رمضان دي نحن مثلا بتابع المسلسلات الكذا التايتل بتقرأ لما قلبك يوجعك في حاجات نحن سادنا ما بنعرف نحن مش إعلاميين في حاجات مكتوبة في التايتل ده نحن ما بنعرفها نحن مش يا هوني أواسي المخرج ده والمصورين الاثنين ومهندس الصوت بتاع الإضاءة تاني في منو ما في لكن هناك بتلقى التايتل طويل يعني بالضبط كده الحاجة دي وإنه بيكون في تيم بتاع باحثين عليك الله يا بترول وسامر انت ذاتكم محمد يوسف لو انتوا زي انا قولوا الكلام ده إنه يا هلوي ريقة المكتوب فيها بخط اليد ومكتوب فيها سؤالين اي واحد ابيخ من الثاني وعادي عادي انت بتعرف الموضوع انت خاشي على الهواء يعني يلا بجد انا بحيي نفسنا وبحيي اي مذيع سوداني وبعد ذاك معه اللسان بتاعت الشارع العام يقول ده راسه فاضي ولا ما بيعرف يتكلم والله ندم والله بحييه انا يلا بجيت اسال انه انتوا بجد كده برا السودان ده في اي حته في الاردن في كده بتلقاهم شغالين في محطه نحن هنا مثلا نقولوا شغالين في محطات درجة أولى هون هناك لا بتلقى إنه من قبل 48 ساعة أنت بكون تيم البحث وصل لك مادة كاملة بيكون جد يعني لو أنت مثلا طشيت ولا كده في المونيتر المادة قدامك مكتوبة صحيح صح يعني إحنا ده كله بس توفيق إلهي بس أي والله توفيق إلهي نحن نحن شباب شكية كثرت يعني الونسة معاكم جميلة لكن نمشي نسمع علينا أغنية ونسمع لحن ثالث مع الفنان الجميل محمد مختار نرجع نتواصل تاني
لكم تاني بعد ما سمعنا اللحن الجميل من الفنان محمد المختار. محمد يوسف تدعمل كيف على المعجبات؟ وسمعنا بأنه في عروض كثيرة من حوالي الارتباط بمحمد يوسف داخل وخارج السودان. أوه. السؤال ده طبعا ده سامر الصحفي طبعا. أعطيني وردة. أعطيني وردة يا سامر. طيب خلينا أقول إذا بتتشال. لا البوكي شكله هو كامل لكن تخريب. لا. لا هذا سؤال سامر للمعجبات للحرائر للجميلات ليه استاذ يا بترون خلوني اتغزل لانه الدنيا دي ما بتمشي وما بتصور انه بتكون اجمل غير انه المعجبات والانيقات والفتيات والصبيات يا سلام تحيه لكل امراه ولكل بنت جميله كما هذه الورده شفافه كما الزجاج اتغزل لسه طبعا فبالتالي شكرا خلوني اقول بجد المرأة السودانية كلها رقة وحنية وجمال المعجبات شيء جميل في الحياة لما تلقى واحدة تقول لك إنه معلش ممكن أخذ صورة لما هي إنه تحب تأخذ منك السيلفي بتلفونها لا أعطيني التلفون وأنا أخذ السيلفي يا سلام وحياتك احترام وتقدير وأدب وذوق لكل امرأة سودانية والوردة دي هدية لكم كلكم لكل بنت ولكل امرأة بتتابع البرنامج طيب العروض صحيح في خطوبة تمت على الهواء كثير في الماسنجر بيجيك انه عروض انه تتقدم طبعا ده بيديك احساس كبير صراحة طبعا دافع يعني انا بسؤالك ده قلبت مودي الف يا سامر يعني اشيل البوكيه ده كله اديله وكل واحدة على الهواء ففي الخارج نفس الطريقة انه بيعملوك ممكن صورة اوكي تمام مزبوط بعدك انه ممكن واحد تاخذ رقم تليفونك بيكون انه في تواصل ما بينهم يعني بكل جمال يعني كما جمال المراه ورقتها دائما جاءت العروض صحيح لكن بقول انه ست النصيب لسه ما زال والزواج قسمه ونصيب هن كثر لكن في النهايه
لا يعني يعني هو بيتكلم انا بعيني يعني من انت ان شاء الله ربنا يزيد المعجبات ان شاء الله يا محمد جميلات تبقى ست النصيب ان شاء الله يا رب يا ريت تستغل يعني لا ان شاء الله قريب جدا ان شاء الله نفس السؤال بعد ما اجابه محمد يوسف تكفي صح حسمت الموضوع مع محمد ابراهيم بترول وبترول زول خجول ممكن اقول صحيح لو جاءت واحده من المعجبات ممكن يزوغ منها هذه معروف بالخجل والله خليها تجول بعد ده خلاص الورد دي بالنيابه عني وعنك وحياتي يعني ايوه يعني محمد يوسف كفه وفه خلاص مباشره نجي للمعجبين بالنسبه لي اسمع ابو بكر وانت نجمه قناه الخرطوم وكل الناس بتتمنى الارتباط باسماء ابو بكر على حسب معلوماتي والصحفيه ولا والله يا اخي ده استقصاء شديد طبعا لانه احنا لا صعب والله احنا ما ننسى انه برضه في النهايه احنا مجتمع ذكوري مجتمع ذكوري جدا بالنسبه للاخر انه معجبات وكده لطيفه وبيقدر يصرح بها وبيتكلم لكن احنا برضه في حاجات كثيره بتتحسب علينا يعني انا والله يعني مرات بتضايق خلونا نقول الكلام ده بصراحه بتضايق يعني بيظهروا لك خش لك واحد في الواتساب كده ايش بك كان داير طبيب بيك وانا يا اخي انت هسه عارف انا مودي عامل كده انا راجعك انت لما تجي لكن في نفس الوقت بدوك دافع بدوك دافع بدوك روح حلوه انه في ناس بتشوفك في صفات جميله في الحاجه دي لا يعني بدوك دافع فعلا بلاقيك زول في الشارع انت تكون متوقع انه فعلا متابعك او كده بيقول لك كلام جميل بيقول لك انا حضرتك في الحاجه الفلانيه برضو ياهو في ناس بيرسلوا رسائل وكذا لهم التحية لكن عليك والله موضوع الخطوبات ده وقفوا لينا يعني مثلا أنا بشتغل دائما في رمضان في راديو المهن 106.6 برامج المسحراتي فزي ما بنعمل مقالب في الناس وهو السنة دي يعني في أونلاين أنا بس بقوم يعني ما بقرأ التعليقات ناس اللي بيقول لك أنا بحبك جدا على يعني ولما تتجاوز ما ترد برسلك تاني يعني ما في جد ما بعرف أنا أضيف التفاصيل دي وهل جاتك عروض زواج حقيقية وأنت كرجل أنا ما أخش في الغريب هذا المشترك لا يمكن الوصول إليه أي والله أي وبأمانة شديدة زي ما قلت لك مرات وإن شاء الله أسمعونا بحب وفهمونا بحب شديد مرات بتزعل والله يا سامر مرات بتزعل لأنه شنو الطلبات بتزعل؟ أي بتزعل الطريقة بتاعة العرض يعني إنه يعني الواحد بيطرح لك نفسه مادياً أكثر من إنسانياً أنا عارفة بجيبوا الكلام ده من وين المذيع دي أخواني ما بدوني مذيع ولا شو في إنسان عندك حساسية بالضبط كده ودي بتضايقني جد وحصلت لي كثير شديد ونحن بنشتغل برضو بنشتغل منصة انت بتكون جاي متنشن دار تنتهي من برنامجك ده وتتخارج فجأة يظهر لك اي فجأة بتظهر لك حاجات عجيبة كده انت طيب انا اتلائم عشان يقولوا لقيمة ولا اتظارف ولا انه انت مفترض تعمل شنو وفي ناس بيزعلوا تخيل يعني في كيس تحديدا انه انت عملت باللطافة العادية اخي شكرا على شعورك النبيل وكده لكن خلنا مرتبطة أظن مش سأل وفتش اكتشف إنه أنا بايرة زين رجع تاني يعني قال لي أنت ما مرتبطة أنت بس ما بعرف شنو قدم العرض مرة تانية وزين طيب شنو عاوز تقوله على الهواء الآن عايز أقول له على الهواء زي ما أنتوا قلتوا والله يا رجل صعب لا داير أقول إنه لنوع الحاجات زي دي يعني أنتوا خاطبوا الإنسانية فينا أكثر مما تخاطبوا أي حاجة تانية المذيع والفنان والشخصية العامة ده في النهاية إنه هو إنسان عادي بل بالعكس عنده حاسيس أيوة الضغوط اللي بتلاقينا نحن أكثر من الضغوط اللي أنتم بتلاقيكم أكثر من الضغوط حتى اللي بنلقاها في بيتنا كدا. مع أخواننا مع أسرنا بالضبط كده ممكن هناك ما نلقى أي ضغوطات لكن بنلقى في العمل ضغوطات كبيرة جدا أيوة فما يعني أي شكرا للإحساس النبيل وكذا والشعور وإنه هي محبة زي ما قلنا في النهاية لكن ليه نحن مع الشخصية العامة دي إذا بنتكلم عن التل مربوطة ليه فجأة بنتجاوز سودانويتنا دي ليه فجأة بنتجاوز الخطوط الحمراء ليه فجأة بنتجاوز يعني أنت مثلا لو عندك بيت عمك ولا بيت خالتك ولا بيت جيرانك بتعرف تتعامل معاه بحدود لكن دي عشان بتظهر في التلفزيون وعشان انت بتشوفها في اليوتيوب وكده متاحه كانها متاحه انت طوالي تجي تقول لها انه انا شو وانا شو وانا يعني والله جميل اسمع غزوني انا قصدك من الموضوع ده نفسي لي محمد يوسف يمكن ده اخر سؤال حطره عليكم انتوا الثلاثه وعشان نختم الحلقه الجميله كنت اتمنيت انه تكون هي لساعات لانه صراحه
الونسة معاكم ممتعة وشيقة. والمذيعين كلامهم كثير يا سامر. محمد يوسف شخصية تمنيت إنه تحاور على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ممكن أقول لك؟ والله أنا أشوف يا سامر، بيبي ترجعني لحاجة إنه السودان ده ما بعرف فيه كثير كده صراحة. أنا صحيح مذيع في السودان، أنا والله صريح معك، أنا مقسم حاجتي ما بين هنا ما بين برا. أنا ما بحب النمطية والتقليدية والحاجات المعسمة دي، أنا زول فري زي ما الإعلام في الزمن اللي علينا ده هو فري شوية. في السودان إذا كان شخصيات أيا كان من كان بتكون شوية إنه معسمة كده، وإذا أنت عملتها بالطريقة طريقة الإعلام الحديث ممكن تصف كثير من الصفات منه هو وحتى من المشاهد السوداني. طيب خارجيا؟ خارجيا أنا شخصية فنية أحبها جدا صراحة، وللمرة الثانية نجوى كرم. يا سلام، جيبي البترول من كل ما تجيب سيرة خارج بيقول لك نجوى كرم. أحبها. يا سلام. أنا أحب أنك تدير معك. أحب نجوى كرم. فيلا الضيف نفسه بيحكس عليك أنت كيف تحاول كيف يكون الأداء. طبعاً طبعاً. بالضبط. يعني بيرفع الضيف نفسه، ممكن يرفع مودك وممكن الضيف ممكن يقتل الحلقة. كيف؟ يعني مثلاً أنا أجيب ضيف عشان يحكي لي مثلاً. استضيف عشان او حتى معي مجموعه من الضيوف، فضيوف بيقتلوا الحلقه تماما. يعني تسال ضيف تقول له يا اخي بداياتك وامتى ما شاء الله عليك جديدك والحاس، يقول لك كله تمام. اختصر يلا. في عندنا مشكله في السودان بصراحه شديده جدا، الضيوف في السودان على عكس مو في الخارج. انا في الخارج ما بتعب طبعا، اذا في اوت دور او حتى ان دور الناس عندها قدره على الكلام، لبقاء اريحيه بساطه بكل عفويه. يلا في السودان جبت ضيوف تلقى ناس قاعدين كابيتال ال، مذيع ما يقدر يشرب هو على الهواء قاعد بطريقه ما يعني في الناس متكلفه، الناس ما مياخذها طبيعتها. والاعلام الحديث يا سامر الجديد كل ما انت كنت بسيط كل ما الناس كانت قريبه منك، كل ما التلقائيه المطلوبه يعني. بالضبط، كل ما انت كنت متكلف كل ما الناس بعدت عنك. الان الاعلام اللي حتمنى في السودان الناس تبعد عن طريق النمطية والتقليدية الآن في القنوات السودانية وحتى على مستوى محطات الـ FM. يا ريت الناس زي أسماء دي بسيط تتكلم بعفوية. والله أسماء طبعا لا بجد أنا ما أعرف لك، شايف إنه أي واحد ممكن يتكلم عن الثاني. أسماء طبعا أسماء طبعا يعني شخصية راقية وشخصية بتمثل المرأة السودانية، وأنا شايف إنه صراحة من خلال أعمالها صراحة جمدت الحلقة يعني. بالمناسبة هي بتخش بيت كل إنسان سوداني، وأنا بتأكد المغتربين اللي بيحضروا أسماء في حواراتها من ضمنها برضو البرنامج بتاع أسماء وأسماء أو سهرات أسماء وأسماء الذي ما كان قديم دي قديم يعني. أو حتى في برش رمضان في قناة الخرطوم بحسب العفوية والتلقائية واليعني زول البنت السودانية الجدعة القاعدة يعني في بيتنا وفي مع أخواتنا وكذا. والله جد يعني صراحة. يلا بترول مزق من السؤال ونمشي. أنا حبيت أختم بالموضوع. لا 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 جايين عليك شخصية تمنيت إنه تحاور على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي عشان نقوم نلملي من الحلقة دي. والله أنا الصراحة مو غير في المحلية، بحب يعني إنه أحاول دائما يعني الشخصيات اللي لها علاقه بالايقاعات المحليه بالفولكلور حسب اتجاه يعني ديل يعني بحب يكون اكتشاف او استكشاف بالنسبه لي انا وتزويد للمعلومات وفي نفس الوقت تزويد المشاهد البسيط بانه انت بلدك قدر شنو بلد متنوع فيها لغات متنوعه فيها لهجات فيها ثقافات متعدده فدي دي, دي انواع الشخصيات اللي انا بحب احاورها يعني. جميل. اسماء سامر حاجة أخيرة منها وأسماء وأكفلي هنا. تفضل 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 يا محمد. ليه السودان القنوات السودانية وحتى المجتمع السوداني ما يتقبل ثقافة الغير؟ والله ده كلام مهم. إحنا عشان ثقافتنا هي نفسها ما خلينا أقول زي ما قلت فعلا أسماء ده مهم جدا. أيوه. ليه دائما إحنا مغلين في المحلية 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 المحلية؟ ما قادرين نفهم. نحن لمتين نظل محليين. لمتين الأغنية السودانية طيب ثورة يا محمد يوسف نحن فشلنا في المحلية بتاعتنا عشان كده ما حنصل لي بره. يلا ما كل إحنا لازم نجرب لازم أوكي محمد لازم نكون إحنا الآن قاطع مفتكر نحن مفروض نتفرج نشوف ناس برا بيعملوا شنو ونستفيد منه. يلا يا سامر نركز التجارب دي داخلي. أنا حاشيل منك دقيقة واحدة بس وإنه عشان أدي أسماء. ليه دائما إحنا في رمضان القنوات العالمية والعربية في بيوتنا السودانية؟ ليه دائما إحنا بنسمع العربي بنسمع الخليجي ما بنسمع السوداني كتير؟ ليه دائما إنه الأغنية العربية بكليباتها هي مسيطرة على الشعب؟ تقصير إعلام. ليه إحنا ما نغزو العالم بثقافتنا بالأغنيات السودانية بالغنى الجميل الطروب؟ يا محمد يوسف إن شاء الله تتحقق. نتمنى والله. أسماء. لكن هم ذيك طبعا أنا مذكرة سؤالك لكن هم ذيك
في الكلام والشجن بتاع الموسيقى ما بيغلبونا. انت معاك موسيقيين قاعدين معانا هنا ممكن يعني برايهم، لكن بشوف فايتين لنا كثير ونعترف كثير جدا طبعا صحيح. انا والله يا سامي ما ضحكوا علي، ماتوا الناس اللي نفسها حاورهم ماتوا. الله يرحمهم الله يرحمهم. حاليا وعربيا حاليا وعربيا يعني مثلا عربيا كان منو من الشخصيات اللي كان نفسك تحاوريها؟ محمود درويش طبعا. محمود درويش انا افتكرت حتقول لهم كلثوم ولا ام كلثوم يا معقوله يا اخوانا خلاص اختم يا عم غزل القاك وعقوله عبد الحي يعني حليم انا بحب اسمعه، لكن انا بتفق مع محمد يوسف شديد انا ما بحب السغاله في اي شيء. يعني شفت زول يعني ديك احساس انه كسلان نعسان انا ما بحبه ما بفهمك اي. ففي بس يعني اغنيتين ثلاثه كده بحبهم له، لكن جد انا كان نفسي احاور محمود درويش للغموض اللي حوالينه ده ذاته. يعني انه المهم يعني انه زول حارب بشعر في السودان، ودي احتمال شويه كده تعمل ربكه للمشاهد بعد الثوره. انا عندي تنبؤ بالموضوع ده حقيقيه يعني التراب انا كان نصحى حاور التراب حاور المفكر مفكرة اي، لكن بعد ذاك اسلامي ما اسلامي سقط وما سقط ما موضوعي في المفكر السوداني اي، لكن كان نصحى حاور المفكر. وللاسف يعني يا دوبك كده لما بقيت مذيعه وشنو محمود درويش خلاص كان مات الله يرحمه. انه برضه وكنت ساعية على فكرة، وفعليا نحن كان مفترض نحاوره ووافق في تلفزيون خرطوم طبعا ومع المعدة دكتورة ماريا، لكن حصل ظريف ما حاورناه بعد شهور او بعد زمن بسيط يعني حتى كان قبل ما نرجع تاني يتوفى. فكانوا كلهم يعني بجد انه الناس بتطلعوا كوميديا من البناية. لا قلت لهم انه الحمد لله انه انا ما قمت عملت الحوار وما طوالي انه يقوموا يقولوا فديل الشخصيتين. لكن بتفق برضو مع كلام بترول يعني، والتحية لكل النجوم كمثال. هسي الليلة أنا لو قمت حاورت طه سليمان مثلا وعجباني تيك تيك بوم بوم الجديد أي لغة جميلة ما يعني إلا بس يا هو أقدمه في الجديد بتاعه ما ناقص نجومية صحيح. لكن أنا بكون سعيدة ومبسوطة جدا لما إنه أنا أكون قدمت زول جديد وكل ما مشى لي قدام كده انا بكون مبسوطه انه يا سلام ده زول انا اشتغلت عليه نفسي قدام بحس بيه وسنسيه. طيب اسماء نحن خلاص وصلنا لنهايه حلقتنا. تحبي تعايد على انه نتشاكر خلاص خلاص لا خلاص كده 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 تعايد على انه الاهل والاحباب والاصدقاء وكل الناس اللي بيحبوا يطلع لك اسماء ابو بكر عبر شاشه قناه اول حاجه وانت في قناه درمان الان. شكر جادي والله شكر جادي جدا ليك انت يا سامر. تسلم يا اسماء. ومبسوطه انه انا محمد يوسف اول مره كده نحن نتلاقى. طيب والله ليش شرف فيكم يا اسماء. وريت وها شفتوا عشان اوريكم من اول ما جيت قلت له اختي الصغيره بتحب الحب وبزعل وبغير لما انه انا مذيعه وتجي تقول لي انه تشكر لي محمد يوسف. وريتك. فشكرا بجد انه زي ما انت قلت يمكن انا في تلفزيون الخرطوم في النايسات كده دي اطلاله جديده مثلا في قمر جديد وكده. وقناه ام درمان قناه محترمه. انا بحب الاسامي بتاعت البرامج بتاعتهم والله عندهم اسامي جميله خلاص كده. الاستاذ طبعا استاذ كل سنه وهم طيبين كل سنه وانت طيب كل سنه وطيبين الناس اللي معانا في الاستوديو كل سنه وطيبين كل الشعب السوداني. وان شاء الله دائما دائما يا رب قادرين نحقق اي حاجه بتودينا لقدام. يعني شكيتنا اللي بيمر فيها الحلقه دي كلها كامنيات بتاع العيد ان شاء الله انه احنا نقدر نطلع منها لانه احنا بنحب البلد دي جد وبنحب نقدم لها بحب. والعفو والعافيه لكل زول يعني انه احنا مهم قصرنا في حقه ولا هو قصر في حقنا عافي له دنيا واخره. وان شاء الله يا رب السعاده والهنا تقدر تخش بيوتنا بعد السنتين اللي فاتت والثلاث سنين اللي كانت صعبه شديد دي، لكن الشعب السوداني يحب الفرح. ان شاء الله اسماء عروس. شاكر لك جدا يا اسماء. امين. طيب شاكر لك جدا يا اسماء وبكر يعني صراحه ما خليت حل. تسلم كثير. يمكن يعجز الانسان عن شكرك وتقديرك وحضورك الانيق يعني استمتعنا بك كثير. انا حختم بمحمد دانو حيكون فاقعه اللقاء نشوف بترول حد عايد منه كل الاهل والاحباب والاصدقاء. والله انا بعيد عليكم اول حاجه محمد يوسف سامر بشير اسماء ابو بكر وبعيد على كل الزملاء اللي انتم بتزاملوهم في القنوات وفي المؤسسات الاعلاميه. بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله يعني العيد الجاي البلاد افضل وصفوف ما في واعلام افضل وان شاء الله نقدر نقدم رساله واقعيه رساله تعبر عن حال الانسان السوداني البسيط
داخل وخارج السودان. كل سنة وانتم طيبين. بعيد على كل الأهل، أهلي في الجزيرة، كل الزملاء، كل الأصحاب، أقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله عمر مديد وعيد سعيد عليكم إن شاء الله. جميل. محمد يوسف، أول حاجة شكرا لك والله يا سامر، يعني أنا مبسوط وياك دائما. أول ما سامر قال لي إنه حلقة للعيد، على طول إنه وافقت، لأنه إنك أنت سامر معزتك في قلبي كبيرة والله. والأجمل كله إنه لأول مرة ألتقي بأسماء، فشوية أنا في السودان شوية إنه شوية في كلوز على علاقاتي مع الزملاء، فأنا مبسوط وياك صراحة لأول مرة ألتقي وياك سامر، قصر تواصل كبير جدا. تسلم كثير. خليني أسلم أخص بالتهنئة أو التحية العيدية الكبيرة لمن هم في السودان وخارج السودان. أول حاجة تحية أبدأ من السودان من قناة الهلال اللي أنا كثير جدا أحبها، أستاذ فاطمة الصادق لك تحية كبيرة جدا، وللبيت العامر هنا في أم درمان، بيتي اللي ما أنساه أبدا أحبه قناة أم درمان، للهرم الإعلامي الكبير الأستاذ حسن خوجلي، وتحية لك يا ملاذ لوزة، كيف حالك؟ إن شاء الله دائما تكوني بخير ومحبة وسعادة، وكل طاقم قناة أم درمان. تحية خاصة جدا جدا أبعثها للناس اللي دعموني وساندوني ووقفوا معي في مسيرة الإعلامية. تحية ليك الطيب حسب الله في الكويت، إن شاء الله دائما تكون بخير، والأستاذ أزهري سليمان وكل ناس الفروانية إن شاء الله دائما يكونوا بخير، مشتاق لكم كثير، وبعد العيد إن شاء الله وياكم هناك، وكل من معنا ويتابع صوت الخليج اللي طلعني صراحة للعالم العربي والخليجي، وخلى كمان لساني خليجي. ففي السودان بتردم أحيانا والبعض يقول إنه أوكي تمام، لكن بلعت الموضوع. في السودان لأمي الحبيبة اللي أنا دائما أحبها جدا، وهي وقفت معي في مجال الإعلامي، وعلى فكرة أمي أجمل من تقدم برامج منوعات. هي دربتني، أهلتني، وقفت معي أمي الحبيبة، بدعو الله يطولي في عمرك إن شاء الله دائما، ودائما تقول لي يا محمد أشوفك في العلا الإعلامي كبير، وزي ما أمتي دربتيني أنا هو موجود الآن، ولأبوي الحبيب اللي ساند أمي أحيانا، لكن هي اللي وقفت علي كثير صراحة، هو كان في الأول رافض لكن هي أصرت أنه أنا وصلت الكلام. بحيك تحيك كبير جدا أمي من الأول والآخر. تاني للشعب السوداني نتمنى أنه في الختام نحن في العيد، أتمنى أنه السودان بعد الثورة دي، لأنه صراحة راجعين للوراء شديد، نتمنى أنه ما بعد العيد السعيد، نتمنى أنه بلدنا تتقدم اقتصاديا وسياسيا ورياضيا واجتماعيا، لأنه عيب وحرام نشوف بلدنا صراحة هي ألف سنة ضوئية للوراء، العكس الدول الثانية اللي هي الآن يعيشون في حياة الرفاهية والازدهار. أتمنى إنه الشعب السوداني يعيش حياة الرفاهية والازدهار، وربنا يكتر الكشوات ولي. شكرا لك محمد يوسف، شكرا أسماء أبو بكر، شكرا محمد إبراهيم بتروش، شكرا لكل المشاهدين الأكارم اللي كان حضور معنا أنيق من خلال برنامج نجوم العيد. دي كانت إطالة خفيفة وفرحة عيد من خلال أنا طلع الإعلاميين بمختلف منصاتهم المختلفة بتفاصيلهم المختلفة، من نكون إحنا قدرنا نوصل أمانينا وشواغنا الحارة لكل الناس اللي بتابعونا عبر العيد السيد وبرنامج نجوم العيد. لكن قبل ما نختم خلونا نسمع لحن أخير مع الفنان محمد مختار، فوتكم في أمان الله، مع السلامة. Oh, mm-hmm.